بكم معنا على استوديو هكاك. ضيفتنا اليوم هي بنت الدار، شاركت وكانت الفائزة في استوديو دوزام 2017، وصلت الفينال في سنة 2013 بمهرجان إكس فاكتور. صوت حنين ومعبر، إحساس قوي. عاشت فترة طويلة بأمريكا وقدمت أعمالها في مناسبات كثيرة باش تساهم في تعريف الفن المغربي. كانت ضيفتنا في ديسمبر 2018، واليوم ها هي معنا باش تقدمنا آخر الأعمال ديالها. بغيتكم تستقبلوا معايا كما ينبغي بالفنانة المطربة إيمان قرقبو على استوديو لايف. إيمان قرقبو، نور، مساء الخير. صافي صافي، بليزير. شكرا شكرا. مالي وليتك ذا كنحس ديما بالوحدة، ما عارفة اش ندير وتقاضى عليا الكلام. طاح عليا طين ضغط بيا الدنيا، ما بقيت مهنية كنشوف طريقي بظلام. بالوحدة ما عارفة اش ندير وتقاضى عليا الكلام. طاح عليا الطين ضغط بيا الدنيا، ومبقيت مهنية كنشوف طريقي بظلام. مالي مالي لا والي ولا تالي، اشنو ذنبي انا؟ انا بكاع اللي جرالي. مالي مالي لا والي ولا تالي، اشنو ذنبي انا؟ انا بكاع اللي جرالي. سبب الغراب ما عارفة فين انت، تلفة وسط طريق كل شي طلاق دون غادية بيا ليام. القلب على صاري بلفتيلة والقنديل، لا حنين ولا رحيم كل شي بسبب الغراب ما عارفة فين انت، تلفة وسط طريق كل شي طلاق دون غادية بيا. استوديو لايف. مرحبا 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 بإيمان. شكرا، متشرفة كما ديما داري الثانية. كنشكرك بزاف على هذا الكونسيبت اللي كيخلينا نقدموا الأعمال ديالنا الخاصة، وهذه شي حاجة كبيرة بالنسبة لنا. هذه داركم، فشكرا، وهذا مكانكم، وتحية لهذا الجمهور الزوين بزاف.
واكيد الجمهور اللي كيشاهدنا. تحيه للفرقه الموسيقيه ايضا. شكرا شكرا ميرسي. ايمان غندوم الاول، اول مره استقبلناك كانت في 2018 وما كانش عندنا المناسبه في ذاك الوقت اننا نعملوا تولك معك. وهذه المره ان شاء الله غادي نعرفوا كل ما يخصك. اكيد مرحبا. ألف مرحبا. حبك للموسيقى بدا وانت بقى صغيره. في صغرك لمن كانت ايمان تتسمع؟ الوغ في الصغر كنت بدا فوقاش بديتي؟ بديت من المدرسه الغناء. بديت من المدرسه. المدرسه ديما كنغني في اي حفله في المدرسه. كنغنغن كنغنغن كنسمع بيناتنا تكونوا تنغنغنوا كنغنوا كنت كنسمع لكلشي وكنغني كلشي، وكان الاب ديالي كيغني الامازيغيه. وبالاضافه للوالده ديالي كتغني كتسمع، كانت حتى هي تتغني. يعني البيت فنان. بيت فنان. كنسمع وكيعجبني الموسيقى بزاف. ولكن لمن كنتي واحد الوقت يعني من بديتي تتكبري، يعني لمن كنتي تتستمعي انت؟ كنت كنستمع لاصاله. اصاله. اصاله والكلاسيكي على ما فهمت. كنت اصاله والكلثوميات وفيروز. يا سلام، يعني قبضتيهم مدارس كلها. شويه من كل فن طرف. الكلاسيكي الفيروز، ومن بعد اصاله لقينا فيها شويه ديال هادشي كله. شويه مودرن شويه. صحيح. كنتي تبارك الله ما بازلت تدرسي دراسه العليا عملتيها في طنجه. صحيح. وتما الاصدقاء الاصدقاء ديالك هما اللي دفعوك باش تمشي تشاركي في استوديو دوزام. العلم انك القليل اللي ما تيعرفهاش يمكن، ولا هاد الشباب باقي يمكن ما تيعرفهاش، انك انت كنتي يعني لا غانيونت ديال استوديو دوزام في ذاك الوقت. صحيح. الوغ عطير رجعتيني سنه 16 العام جائزة الجمهور. كنت كندرس في طنجة، وكان وانا في لو بيزوتاج كيديروا لي بالغناء. الله. وبيزوتاج زوين هذا. فاش سمعنا الكاستينغ ديال ستوديو دوزيم قال لك نمشيو كاملين، نمشيو كاملين، وكل واحد كل شيء دخل يغني. حتى دابا كل ما كانوش الاصدقاء ديالك واش كنتي يمكن ما كنتش نتشجع؟ يعني ما كنتش نتشجع نمشي. شتي الحمد لله دائما تيكونوا الناس بصح. يعني معانا اللي تيقول لك لا 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 هذا الصوت هذا خصو يبان. ودخلوا يغني وهما ما كيعرفوش يغني غير باش يشجعوني. فدخلوا اكيد الحمد لله، يعني كانت غير حيله باش كان اللي كان. والحمد لله ربحت جائزه الجمهور. فوالا احسن جائزه هي ديال الجمهور. احسن جائزه هي ديال الجمهور اكيد. اليوم تبارك الله عليك عملتي مسابقات كثيره، باقي عاد نهضروا عليها، ولكن كي تيبان لك انت اليوم المسابقات الجديده هي كيفاش تطوروا المسابقات؟ بحكم انني دوزت المسابقات واحد المدرسه اللي زوينه اللي كتختصر عليك الوقت والجهد وكتوصلك الجمهور في واحد الوقت اللي هو قياسي، غير هو الخدمه كتكون من بعد البرامج. نقدروا نقولوا ان هاد المسابقات هما اللي تيعاونوا الشباب اللي باغيين يغنيوا انهم يدخلوا الميدان، يعني من باب الكبيره. صحيح. ولا كاينين مدارس اخرى اللي نقدروا ندخلوا منها؟ ودابا كاين البرامج، كاين السوشيال ميديا اللي يعني اي واحد يقدر يدير. لا انا تنهضر على المدارس اللي غادي يعرفوا يعني بك ويقولوا انك انت فنانه، يعني وخاف الاوائل ولكن تيكون انسان عنده قواعد. يعني اكيد كاين الكونسيرفاتوار، كاين لي زيكول دو ميوزيك، كاين المدارس الموسيقى، كاين. ولكن احسنهم شنو هي نظريتك؟ انا في نظري المتواضع خص اولا تكون عندك الموهبه. المعقول. الموهبه اولا، يكون عندك شي حاجه يا الاولى، ولا قدرتي تسقلها بالدراسه في الكونسيرفاتوار احسن ما كاين، ومن بعد ديري رجلك الاولى على اول طريق تشارك في مسابقه. ماشي يعني حاجه صعيبه ان الواحد يشارك في مسابقه، لان راه مغامره صعيبه. تقول واش غادي ننجح ولا ما ننجحش، ولا غادي يخرجوني ولا لا، ولا ما تتفكرش هكا في الاول. انا ما نقدرش. اكيد 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 صعيبه. والمضحك وكتشوف ما بين ليله وضحاها من انسان غير معروف، الانسان
عليك الأضواء وعليك الجمهور كيعرف عليك كل حاجة وصغيرة، خص يكون عندك واحد شوية ناضج ورجلك كما كنقولوا على الأرض باش تستوعب هذاك الشيء اللي كيوقع لك. برافو سيف ذو حدين. إلا مشيتي مع داك الشيء وعشتي لاستاغ غتهرس من الأول، ولكن إلا مشيتي شوية بشوية دقة بدقة وتعلمتي، لأن هذه المسابقات الهدف منها كيفاش نوقف، كيفاش نتعامل، كيفاش هذا، وهذا الشيء كياخذ سنين باش الإنسان، ولحد الآن مازال كيكون فينا لو تراك قبل أي شيء. طبعا طبعا اللي ما فيهش لو تراك راه ما بقاش فنان حقيقي. غير الصعوبة ديال المسابقات هكا كتنجح، ما كاينش شي واحد كينجح الا ما واجه شي صعوبه. اول سينجل بريئه تلحين محمد ضياء صحيح في 2008، ومن بعد جاء السينجل موجة الحب للفنان محمد زياد اللي تنسلموا عليه هذا المنبر، تحيه كبيره يعطى بزاف في مسابقات. هو هداني هذه الاغنيه، هداها لك، عيط لي وهداها لي، يا سلام، اكيد تحيه كبيره ليه. في هذاك الوقت حسينا ان ايمان جا واحد لودوت، جاوها مناسبات باش تمشي لمصر، يعني ها هي اغنيه تهدات من محمد زياد واغنيه لحنها لك محمد ضياء، وجاوك انا عارفه انه جاوك في ذاك الوقت جاوك فريمون دي زوبورتونيتي باش تمشي لمصر. علاش ايمان بقات في المغرب وما مشاتش لمصر كما تيحبوا الناس وتيحلموا انهم يمشوا لمصر؟ الوغ انا مشيت سجلت الاغنيه من انتاج القناه الثانيه، جاوني اكيد عروض، جاوك عروض، وكنت يعني اصغر صغيره بزاف في لاج في هذيك الوقيته، ولكن انا فضلت نكمل الدراسه ديالي. هذا هو المشكل اللي كان عندي، لان كان عندي اول سنه في الدراسات العليا ديالي، واكيد حنا الوالدين ديما كيوجهونا في اتجاه الدراسه وعندهم الحق. لابد 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 الدراسه اللي معنا اليوم واللي تيتفرجوا فينا اليوم، تصلحوا بالدراسه ديالكم، خذوا الدبلوم ديالكم، ومن بعد ديروا اي حاجه وحده اخرى كتبغيوها، موسيقى، الرقص، المسرح، اي فن من الفنون، الرياضه، الكره، ولكن تصلحوا بال 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 بالدبلوم ديالكم، واخا ما يكونش عندكم بزاف مع القرايه، على قد يعني الامكانيات ديالكم، يقدر يجي شي نهار ما ترشق لكمش تكملوا في الدومين، ويقدر يجي شي نهار اللي توفقوا في حاجه اخرى، ولكن غادي يبقى عندكم دبلوم تقدروا ديروا فيه بزاف د الحوايج. طبعا الدراسه يعني واخا ما تستعملهاش من بعد يعني باش تشتغل، دائما تتعاون صحيح حتى في الميدان الفني صحيح. فوالا، وانا هذا الميساج جانسيست كنأكد عليه، لان دابا كنشوف بزاف ديال الناس، بزاف ديال المؤثرين ما كيشجعوش الناس على الدراسه وكيشجعوهم على التفاهه. لا، انا يعني كنقول لا يصح الا صحيح. وتبارك الله عليكم، هذا الجيل ديالك استقبلت فنانين اخرين وكلهم تبارك الله بالدبلومات، وكلهم استعملوا الدبلومات ديالهم في الفن. صحيح الحمد لله، لا يضيع الدبلوم، لا يضيع. شنو هي الاغنيه الثانيه اللي غادي تقدم لنا اليوم ايمان؟ الوغ الاغنيه الثانيه هي حاله حب. حاله حب، تنحب انا هذه الاغنيه بزاف. حاله حب هذه اغنيه قريبه ليا، سمعتها عجبتني بزاف، فيها ان ريتم شبابي، وانا جنسيس ديما على الكلمات يكونوا يعني كيوصلوا. اللي ما نساوش اليوم ايمان درت معنا كادو حلو حصريا الاغاني اللي غتغني لنا اليوم كلها جديده، الالبوم الجديد اللي سميته ضحك للدنيا. ضحك للدنيا، ضحكوا كاملين للدنيا. وكنحيي فريق العمل كله، غادي نقول سميتهم بعجاله، ما بغيت ننسى. طبعا طبعا طبعا، لا اعطيهم حقهم. زكريا الحداني، رضوان الديري، رشيد محمد علي، يونس الجحفاوي، اشرف بن صفية، شكون اخر يا ربي ما ننسى شي، مهدي المحجور، وكنحييهم تحيه كبيره. تنحييهم من هذا المنبر من استوديو لايف.
الفنانين تبارك الله اللي تيكونوا وراء الستار اللي ما تنعرفوهمش، ولكن بلا بهم ما يكونوش هاد الاغاني. اكيد يعني الالبوم اختاريناه بعنايه. الحمد لله. غنهضروا عليه. نخليوك مع الجمهور ديالك. مره ثانيه ايمان قرقيبو على استوديو لايف. وحياني وحياني الحب ما
طريق وراه الدالي وبسر بدا زيت ايامي ما حسيت انا فيها كيفاش نوصف اشطاري خطف قلبي بالاخباري من نهار شفت قدامي زيت الدنيا وما فيها انا الغرام عياني وطريق وراه الدالي وبسر بدا زيت ايامي ما حسيت انا فيها كيفاش نوصف اشطاري خطف قلبي بالاخباري من نهار شفت قدامي زيت الدنيا وما فيها احياني واحياني الحب ما دار فينا مرة الفرحة سكناني ومرة هموم ومرة غبينا واحياني واحياني الحب ما دار فينا مرة الفرحة سكناني مرة هموم ومرة غبينا مرة ثانية الفنانة إيمان قرقيبو على استوديو لايف. تبارك الله عليكم ميرسي. شتي الشباب تبارك الله اللي عندنا في استوديو لايف. شباب جميل جمهور رائع. إيمان شاركتي في إكس فاكتور وشاركتي قبل في أغا بايدول، شنو كان الاستفادة ديال هاد المسابقات لإيمان؟ ألوغ نجحتي في استوديو دوزام وهنا فهمتي دونك علاش؟ اوكي انا حيت نجحت في استوديو دوزام فاش كملت لي زيتود ديالي بحال انقطعت شي شويه واخا كانوا عندي اصدارات ولكن بحال الا دونك قلتي واش مازال نرجع بشي كانوا يلاه بداو البرامج داك الساعه قلت ندير التجربه ندير ميزاجور ندير الميزاجور فمشيت لأرب ايدل في الاول ما كانتش تجربه موفقه بزاف استفدت منها بزاف شنو هذا هو اللي مهم يعني باش نعرفوا الشباب اللي يعني تيدوز من مسابقه لمسابقه ماشي لابد يربحوا ولكن شنو تنتعلموا الوغ كما قلت لك كيكونوا دي بروفيل اللي كيكونوا هم من يعني هم من الكونسيبت ديال البرنامج بزاف وكي كيلمعوهم كي مثلا نعطيك واحد الميزان كيعطيوك مثلا كيعطيهم الاغاني اللي بغاو يغنيو الوغ كنت مثلا عندك واحد 10 د الاغاني ولا ما كيبغيو يعطيوك حتى شي وحده فيها وكتكون ثانيه كونطرا ويعني بزاف ديال الاكراهات فكتغني اغنيه ما باغيهاش وكتطلع ماشي هو هذاك ماشي هو هذاك باش تهما ما ياخذوش سهل انك تخرج خصك تقبل الهزيمه هذا هو اللي صعيب في حقيقه انا بيدي الصراحه فاش شفت لا بيرفورمانس تلقائيه ما كايناش ما كايناش التلقائيه الحقيقيه في هذا البرنامج لا 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 كل لك يكون كل شيء مدروس يعني صناعه فنيه استوديو دوزام كان لا استوديو دوزام استوديو دوزام صراحه بكل صراحه كان من يعني مشيت درت الكاستينغ ودست الحمد لله بالعكس كان يعني غنيت الاغاني اللي بغيت ويعني وعجبني راسي فيهم في الاداء ديالهم واليوم عندنا ستار لايت هو برنامج في المستوى العالي للشباب المستوى العالي وباسبري جديد واسبري جون الحمد لله دوزيام دائما هنا باش تطلع فهمتي بالشباب المغربي اللي تيبغي الفن صحيح إيمان جميلة ورقيقة مؤذبة ومحترمة وهذا الحمد لله بشهادة الكل في الميدان علاش ما تنشوفوكش بزاف في
السوشيال ميديا لا في السوشيال ميديا ولا تجي تطلع علينا في التلفزيون ولا تنشوفك علاش وبورتون شاركتي في مهرجانات ولكن ما تنشوفوكش انا يعني خدمت خارج المغرب بزاف هذه عاد جايه يعني خدمت تهضر دابا على المغرب المغرب فين ما كان كون وكان تكون متاحه الفرصه كندير البرامج في جميع القنوات بغينا نشوفوك اكثر ياك ولا لا ان شاء الله واحد الفتره بصح كنت كنخدم بزاف خارج المغرب اكتسبت واحد يعني عرفت. واحد تجربه هي مهمه حاجه جديده اللي انا عمرني ما يعني ما ما ما, ما تلاقيت يعني فنان اللي عاش هاد لي زافون لي زيكسبيريونس اللي عشتي واخا ما كنت ولكن كنت كنمثل المغرب هادشي اللي كنت باغا نقول يعني واخا ماشي حاضره جسديا بالمغرب ولكن كنا بقلبنا بالمغرب يعني احنا حاسين ان علاقتك مع المنصات المغربيه شويه قليله ها ولكن استضفوك كثير في الخارج باش تمثلي البلاد صحيح تبارك الله عليك يعني درتي موروكان كولتور فيستيفال اورلاندو في نيويورك في سياتل عرب فيستيفال ودرتي ميم شاينا فيستيفال درت شاينا فيستيفال في لا سويس كنخدم مع واحد دائما باش تمثلي المغرب دائما باش نمثل المغرب وفي سويسرا كنخدم مع جمعيه لاشهار الاغنيه المغربيه والافريقيه يا سلام يا سلام فواخا ما كنكون في حدود زعما المسموح ولكن كنكون يعني بقلبنا برا تبارك الله عليك فنانه سفيره خارج المغرب بالفن المغربي وحنا تنحبوك لان تنعرفوا ان تشتغلي دائما خارج المغرب باش تبين احسن صوره واخا انك انت ماشي معنا ولكن تبارك الله عليك دائما المغرب وديما فوق ديما كنجي وديما الحصري والجديد عندكم الحمد لله سعداتي انا عزيزه العزيزه سارة ليلى يخطيك ليلى يخطيك تانتين ودابا غادي ندوزو لا كابيلا بيانو وي لقيت الزوينه ديالنا ديال ستوديو لايف مع الفنان المايسترو ديالنا يونس الله غادي تغنيو لنا اليوم غنغنيو فيروز الله جايه معك فيروز غنغنيو فيروز من اعز الاغاني عندي عند فيروز اغنيه كيفك انت كيفك انت بصوت ايمان قرقيبو بمرافقه يونس المايسترو ديالنا وبيانو شفتك سنتا تذكر وقتا آخر كلمة قلتا وما عدت شفتك وهلأ شفتك كيفك انت ملا انت تذكر آخر سهرة سهرت كيفك انت ملا انت
آخر مرة شو قلت لي بدك ضلي بدك فيك تقلي زعلت بوقتها وما حللتها إنه أنت هيدا أنت ترجع عليكم يونس تويتي توب اكيد ما يتقال تحيه كبيره للفرقه الموسيقيه فنان يونس كي تجيك هاد النقيطه ديال اكابيلا بيانو من ارقى ما وجد على الارض هو هاد اللقطه هادي هاد اللقطه هي اللقطه ديال الحقيقه لحظة الحقيقة أكون أو لا أكون مرحبا ما كاينش تيبان ألو غندوزو لا ديسكوغرافي ديالك 2008 بدينا المشوار الفني بريئة كانت هاد التجربة يعني كيفاش يحس بها الفنان الشاب يعني هذيك أول أغنية كنت بريئة كنت بصح بريئة كنت عارفة والو كنت تجربة رائعة الأغنية بحد ذاتها يعني من الروائع اللي كتعجبني بزاف واختاريناها يعني من بين بزاف الأغاني أول أغنية ليا وغنيتها ودرنا لها كليب هنا في القناة الثانية تجربة يعني تجربة زوينة في حقيقة زوينة. كانت في المستوى صحيح صحيح 2009 موجة حب موجة حب كنت واحد نهار في انترفيو في لغاديو وعيت لي الأستاذ الكبير زياد وقال لي بغيت نعطيك واحد القطاعة بغيت نسمعها صوتك هذا الأستاذ هذا في حقيقة يعني ما تنشوفوش بزاف ولكن الحمد لله دائما وراء الستار تتبعكم كان وراء مواهب يعني أنا عزيزة لي وعزيزة على القناة وعزيزة على الشباب كامل كبير الفنان كبير وكان وراء محمد زياد سلام من ستوديو لايف وعندي واحد تحية خاصة لواحد الشخص فنان أستاذ في ستوديو دوزام كان ظهري يعني في اختياراتي لأن كنت نخسر شي أغاني صعيبة عليا وكان أستاذ غزير الله يودي الله يودي راه هاد المطربين تبارك الله الكبار كلهم ديال لي بروميير زيديسيون كان معاهم وقف معاهم صحيح ويعني الاحترام كله ليه اكيد وللجميع طبعا ليلة مبارح ليلة مبارح كانت في 2010 ليلة مبارح واحد الفنان هو شقراوي كان داز هو في ستوديو دوزام وكنت تعاملت معاه فيها دونك عندك علاقة مع الناس ديال ستوديو دوزام كثير وعطاها يعني تعاملنا في فيها واش إيمان مازال عندها علاقة مع المطربين اللي كانوا في هذيك الأيام اكيد كاين يعني عندي تشوفوا مره كاين شي وحدين من لا جينيراسيون ديالي وشي وحدين قبل مني وشي وحدين بعد مني ليلى الكوشي رائعه ليلى الكوشي فنانه رائعه من المغرب الى الكندا اكيد سناء مولالي ما غيتذكرهاش الكثير ولكن من اربع الاصوات اللي كانت معايا
كاين بزاف كاين بزاف الحمد لله تتبقى صداقه بيناتكم. اكيد اكيد 2011 اقول لك ايه مع الفنان والعواد موسيقي يونس فخار تويت نجيله تحيه اصدقائي. كنت في طنجة ومازال كنقرا ودرنا هذا الفيديو انا وياه كما لحن لي اغنيه صحراويه. هذه مزيانه الصحراويه على الصحراء المغربيه. الوغ كاينه واحد الاغنيه ما عرفت كيفاش نسميها ديال كانت في 2012 واحد جوج ثلاثة كي جات لو تيتر واحد جوج ثلاثة ونحسب واحد جوج ثلاثة بغي نشوفك قدامي ما تغيب عني لهلا لا يزيد همي وبالي. الله 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 هذه هي الأغنية خصنا نسمعوا هذه الأغاني سهرات أكيد سهرات حلوين الأغاني ديالك تبارك الله لي تيانديان وي هادي هادي تجربة زوينة هادي عيط لي واحد لو بروديكتور في طنجي ماركوس وقال لي بغيت نديرو اون ريبريز ديال اغنيه فرنسيه مي الاورينتال فيها لا توش شرقيه وهاد الاغنيه من اجمل الاغاني ليتي انديان ودرتها يعني كانوا عجبات بزاف الناس وكنت واحد المره في جو مغابيل كنت في بوتانيك في بروكسل واحد لو كونسير وطلبها مني لو ميغ ديال تما وغنيتها. شوف هاد الاغنيه فين وصلت وغنيتها تما باسكو تما كيسمعوا لهاد لي فيرسيون اكثر شرقيين شويه. دابا الواحد ما يظنش ان هادوك الناس غادي يقولوا هاد لا فيرسيون بالعربيه وبغيت واخا بالعربيه. رفيق الماعي الفنان الكبير رفيق الماعي تا هو في بروكسل هو كان من بين الناس اللي سهروا على هاد الاغنيه يعني انها تنسلموا على تنسلموا عليهم كاملين. اكيد اكيد هذا عام سيتي هذا عام 2017 هذا عام اغنيه عزيزه عليا بزاف وكنا درنا في لو سوجي ديال الكليب هضرنا على الامهات اللي كيتاخذوا منهم الحضانه الاولاد ديالهم فأم كتهضر ما شفتش البيبي ديالها عام وهذا فكانت أغنية مؤثرة شوية. الله الله أجيني حتى الوليدات صافي. 2019 ضعيف الشخصية واو تيتر سي فور سي فور ضعيف اسمحوا لنا اسمحوا لنا ضعيف شخصية أغنية كتحكي على شي واحد اللي علاش إيمان خدات هذا لو سوجي هذا؟ كيعبر على نماذج في المجتمع طبعا تقدر تكون ضعيفة الشخصية ماشي بالضرورة راجل لا لا ماشي لابد يعني ضعيف شخصية ما عرفنا واش مرة في المطلق ضعيف شخصية شي واحد اللي كيكون مثلا مع شي حد واللي جا كيقول له شي حاجه كيتاثر به ما كيتحرش للحقيقه هذاك ما عندوش بالنسبه ليا شخصيه يعني صح. ماشي انسان واثق من راسه اللي الريح اللي جا كيديه هادي يعني حاجه اللي خاصها تحيد في الانسان اكيد بصفه عامه كتسميوه عندنا بودينا هادي خايبه تحيه البودينات من هاد لا ديسكوغرافي تندوزو